حابب ابتدي معاك من المنتخب ورحلتك مع منتخب مصر. قول لي امتى حسيت ان انت بتبتدي تاخد حقك وتاخد فرصتك كامله مع المنتخب؟ ما حصلتش. ما حصلتش. ما حصلتش للاسف. ليه؟ والله بص، انا لما بتكلم حته المنتخب دي بحس ان ده شرف لاي حد ان هو اصلا يكون موجود في المنتخب. بس لما يكون ان انت بتأدي بشكل كويس ومنتظم في النادي، في ناديك بره في اوروبا كمان، فاعتقد ان انت محتاج ان انت تاخد وقت اكتر لما تيجي تلعب في المنتخب. فانا ما حسيتش ان انا عمري خدت فتره او ماتشين او 3 ماتشات ورا بعض اساسي، ما حصلتش. يعني انت لو تبص هيما في ال10 سنين اللي فاتوا، انا مثلا اول ماتش ليا كدولي كان عندي 19 سنه 19 سنه اول ماتش جبت فيه هدف ده كان مين؟ كان مين؟ كان بوب برادلي. بوب برادلي. اول ماتش جبت فيه هدف اي ما جيتش تاني مع بوب ما جيتش برادلي تاني. مع برادلي ما جيتش تاني. فمفيش مشكله، لكن ساعتها كان في اسامي كبيره جدا، وكان في برضه ماتشات يعني كبيره جدا بالنسبه لسني، كان ممكن لسه ما فيش خبره ان انا اكون في ماتشات دي، ما ماشي فيش مشكله خالص. ماشي. بس لو تبص بعدها برضه ما حصلش خالص ان انا اخد ماتشين او 3 ماتشات ورا بعض اساسي، ما حصلتش ابدا. حتى في كوبر لما كان موجود كنت ماشي فتره كويسه جدا في براجا. كوبر كان بيحبك قوي، بجد. ده اللي يعني هو كان اول واضح فتره يمكن اختياراته الفنيه لحد الحته بتاعت كاس العالم، احنا هنمشيها واحده واحده. ما بقول لك، يعني انت في حالات ما تفهملهاش، يعني فاهم قصدي؟ في حالات ممكن انت بقى انا مش شايفها كوره ساعات، برضه مش للاسف شايفها يعني كوره. مش شايفها كوره ساعات. في اوقات كده ما تحسش ان هي كوره. فهمني اكتر. يعني مثلا ممكن تبقى حاجات ناس بتدي اراء او بتتكلم بطريقه ان لا ده في مثلا الاعلام مش بيسنده، او ده جماهيريا مش مسنده، فممكن عشان بس يشيلوا اللود من على المدرب الفني يقولوا ده بلاش تجيب ده، فاهم قصدي؟ بس انت قطعت معاه المشوار كله بتاع التصفيات مع كوبر مع كوبر. لعب معاه في تصفيات اللي هو كاس عالم وديانا كاس عالم ماتشين اساسي ماتشين اساسي. والباقي 10 دقايق 10 دقايق، انا ما عنديش مشكله خالص. مع يعني موجود قاطع معاه بص المشوار. انا اقول لك حاجه، انا ما عنديش عمري ما في حياتي بعمل مشكله ان انا ما بلعبش خالص، انا عارف. بالذات في منتخب مصر. يعني دي حاجه كده، حتى دي انا واخدها من كابتن حسام غالي. كان في مره بيعمل محاضره ان كوبر شاف ان في كذا لعيب زعلان عشان ما بيلعبش. غالي يعني اجتمع باللعيبه كلها، لا لا انتوا هنا بتمثلوا منتخب مصر، انت اي حد في مصر بيحلم ان هو يبقى موجود اصلا لابس تيشيرت منتخب مصر. فان انت تعمل مشكله عشان ما بتلعبش في منتخب دي استحاله، وبالنسبه لي انا عمري ما اعملها. فانا في المنتخب عمري ما خدت ان انا ماتشين 3 ماتشات ورا بعض اساسي، عمرها ما حصلت. في مره مثلا كنت انا في ماتش زامبيا مع كوبر جبت جونين، الماتش اللي بعديه كان ماتش تشاد جبت برده جونين، كان ده صعود كاس عالم، ده صعود المجموعات في كاس عالم، وكانت الدنيا ماشيه كويس. فاول ماتش كان نيجيريا في نيجيريا، انا عملت ماتش مش كويس، انا فاكر انا عملت ماتش مش حلو، شكرا مع كوبا، شكرا ما فيش فرصه تاني. انت متخيل ان انت بتلعب ماتش الساعه 3 العصر في رطوبه مش طبيعيه؟ مش هكذب عليك، انا كنت مش كويس، وكان معظمنا عشان درجه الحراره وعشان الكونديشنز بتاعت الماتش، ظروف الماتش كان صعبه جدا. بس ما حصلش نصيب. ومن ساعتها حسيت ان انا مع كوبر انا خلاص انا موجود معاه، عشان هو مقتنع بيا وباللي بعمله بره، بس مش كاساسي، فاهم قصدي؟